هند عبد الحليم تتصدر لترند. انفصالها المفاجئ جعلها في قمة مؤشرات البحث، وبدأ الجمهور يتساءل عن أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية. هند عبد الحليم هي ممثلة مصرية شابة، لكنها ولدت في الإمارات العربية المتحدة عام 1993. هند هي ابنة الكابتن أحمد عبد الحليم صاحب المسيرة الكروية المميزة. عشقت هند الفن وبدأت مشوارها عام 2015 عندما قدمت مسرحية هنا أنتيغون. الحظ حالف هند عام 2016 وقدمت 4 مسلسلات دفعة واحدة، وكانت أعمالا مميزة مع كبار النجوم، ولعل أبرزها فوق مستوى الشبهات وبنات سوبرمان ورأس الغول والميزان. حققت هند نجاحاً وشهرة كبيرة، خاصة وأنها استطاعت إجادة الأدوار التي قدمتها، وعرفها الجمهور بالشامة المميزة أعلى الشفاه، لكنها فاجأت الجميع وقامت بإزالتها والتخلص منها، وتغيرت ملامحها تماماً بعد هذا اللوك. هند عبد الحليم احتفلت بزفافها على كريم قنديل في أغسطس عام 2020، وحضر الحفل عدد من أصدقائها المقربين بالوسط الفني، كان أبرزهم درة وعمر الشناوي وزوجته هند حداد. صدمت هند الجميع بإعلان خبر انفصالها بعد زواج استمر 3 سنوات فقط، وحافظت هند على خصوصية حياتها الشخصية ولم تكشف السبب الحقيقي وراء هذا القرار المفاجئ. وعلى ما يبدو أن قرار الانفصال الذي اتخذته هند كان منذ عدة أشهر، لكن تم الإعلان عنه بالتزامن مع العام الجديد.